صباح الخير. بتنخفض درجات الحرارة نهار اليوم في العديد من مناطق المملكة. غدا نهارا امتداد لمنخفض جوي، رح تكون الأجواء باردة وأمطار متوقعة في العديد من مناطق المملكة، خاصة المناطق الشمالية رح تسجل درجات الحرارة نهارا 16 ورح تكون الأجواء باردة وماطرة. يوم الثلاثاء رح تستمر الأجواء باردة وماطرة، رح تسجل مع ساعات النهار في عمان 17، الأربعاء أجواء باردة ورح تسجل 18 درجة. مع ساعات الليل رح تنخفض درجات الحرارة ورح تسجل في العاصمة عمان ما بين 10 إلى 9 درجات مئوية. وهلأ رح ننتقل لملخص الطقس خلال اليوم والأيام القادمة. بالبداية انخفاض درجات الحرارة اليوم وغدا بشكل كبير، أمطار متوقعة عصر يوم الغد وعودة الأجواء الباردة خاصة مع ساعات المساء. وهلأ رح نستعرض درجات الحرارة نهار اليوم. المفرق والزرقاء وإربد 23، أجواء خريفية غائمة، عجلون 21، شرق عمان 22، جرش 23 درجة، رح توصل في غرب عمان 21، مادب 20، السلط 22، أجواء خريفية غائمة، الكرك 21، الطفيلة 20 درجة، معان 22، والعقبة 26. هاي الليلة رح تكون الأجواء باردة. المفرق 8، إربد 12، الزرقاء 11، أجواء باردة وغائمة، جرش وعجلون 10 درجات، شرق عمان 11 رح تسجل درجات الحرارة، غرب عمان والسلط ومادبا 11 درجة. الكرك 8، الطفيلة 9، البحر الميت 19، أجواء باردة نسبيا، معان 8 درجات، والعقبة 14 وأجواء باردة. هلا رح ننتقل لدرجات الحرارة لمدن ودول حول العالم. نهاية نشرة الطقس، شكرا لمتابعتكم وعودة لك محمد. شكرا جود.